إذن انطلاقة سباق تتابع متنوع للناشئين، وأول 100 متر من هذا السباق يتضح بتقدم المنتخب الجزائري في المقدمة، والإمارات والسعودية تأتي بقوة من الخلف، وكذلك عمان تأخر غريب للمنتخب المغربي، ولكن المسافات الطويلة قد تساعد المنتخب المغربي من خلال آخر متسابق في 400 متر. كما تعلمون جميعا بأن سباق التتابع المتنوع هو يتكون من سباق 100 وال200 وال300 وال400، التسليم الثالث الآن ل300 متر، ولا قوة كما نشاهد أمامنا للجزائر في المركز الأول. المغرب تعود بقوة في هذا السباق، وكذلك التقدم الآن يبدو بأنه سعودي في المركز الأول. السعودية تتقدم في المتسابقة من خلال المتسابقة في 300 متر، السعودية الأول، الجزائر الثاني، المغرب الثالث، وكذلك عمان في المركز الرابع، والإمارات في المركز الخامس. الـ400 الأخيرة، السباق الأخير، قدم حوار سعودي جزائري في آخر لفة من السباق، مع متابعة من الخلف تأتي للمتسابق المغربي. صراع ثلاثي على المركز الأول، لا تزال السعودية في المركز الأول، الجزائر تأتي وتحاول من خلال آخر 200 متر من هذا السباق. يأتي المغربي من الخلف، شاهد المغربي من الخلف، يأتي المغربي من الخلف، ويأتي الآن ويزاحم الصدارة في آخر 100 متر من السباق. صراع مغربي جزائري، المغرب تتقدم في الأمتار الأخيرة، المغرب تفوز بالذهبية والجزائر الفضية، والسعودية في المركز الثالث بالبرونزية. ألف مبروك للمغرب، اكتساح التتابع الناشئات والناشئين، سباق مثير جدا. والمغرب رغم التأخر في بداية سباق أو رغم التأخر في 400، ولكن يأتي من الخلف بقوة ويفوز بهذا السباق المثير. ألف مبروك للمغرب.